عندي أحزية يا صغار تحكي عن رجل التقيت من ثلاثة في زمن العار. الأول لنفسي قد اختار، والثاني يعمل بجهد، والثالث يحكم حكما وسيطول الاحتكار. في الغلاف إنسي من نار، في الواقع إنسان، والقادم لا يمتلك وقتا حتى للحوار. مجرم سفك لا أعلم، لكنني أشعر أنك تعلم كذلك أنه منشار. عادوا من معاناة لم يخدش فاستحقوا الوقار. جاءوا عطشا، جوع، حب، هوس، وقالوا جئنا نمزح العار. تكسوهم العزة والهيبة، ليس في حقهم أي غبار. ميزان الثلاث رجل حر، مناعة ضد الناكر المكار. انتقى الاختلاف الأزود ويستفسرك الآن استفسار. هو أسقاك 20 كأسا من 3 آبار. العم مع الجماع والمباشر كوكب جبار. مرت عديد السنوات لا يأكل المشوي الحار. يفضل النيء من مأكولاته، يقدمه في طبق من فخار. لا ينقص التوابل من وصفاتي. المخ، القلب والأحشاء الآن في العصار. وأضيف بعضا من لمساته، ذوقه فاخر وعلى ذوق اتفق وصار. التهمته الآن نهما، اطمئن ولا تحتار. هو أصلا في مشوار ولا يحاول صنع مشوار. سرقتم العقول ونحن في سفر، وها قد عاد الأحرار. سنطردكم الآن منها، والاعتراف جميل جبار. وكأنك تمتلك القصور، الجزر والبحار. تنمت موردك قليلا، لا جديد، أصبحتم تماما كالتجار. سمعته كشف تعريفه مجانا، حكى لي مسار. فذهبت أستشير قلمي، فاستدعيت حفار القبور والنجار. نبسا قبر الحضرضي، محييا الزمرة والمزمار. هيكشف مثله عن هويتك، ولن أفتح فيك غار. اسمعني يا عدو، أثر قليلا كما فعلا قد فعل وثار. الأول فهم القصة باكرا فتحول لريح وطار. والثاني وضع السجن حرا وهو من اختار. والثالث حاكم يحكم فنا وليس بحوار.